اول شيء احنا هون جينا نعاهد اهل الشهداء وانه نعاهد الشهداء ان احنا مستمرين على هذا الدرب ومش راح نتخلى عنهم مش راح نتخلى عن فارهم باذن الله. وهي معركه مستمره مع الاحتلال، الاحتلال فيش عنده عيد ومش عيد، يعني طائرات الدرون بكت فوق المخيم الليلي وفي بكت تجمعات بالجلمة. وعجينا نواسي اهالي الشهداء ونأكد انه احنا ماشيين على هذا الدرب لنتخلى عنه، يعني هم بنطونا حافز انه نظلنا على دربهم، هم الصادقين اللي المقتحمين لما يفوت بك الجيش على المخيم، يعني هم من اشرس الشباب بك ومن اشدهم على الجيش. اكيد افتقدناهم يعني جزء من الحزن اكيد، يعني ونتشرهم بحزن. كل واحد يعني عندنا له شهيد وله شهداء اصدقاء واقاربه واحبابه، نسأل الله أن يتقبلهم في جنات النعيم إن شاء الله. إن شاء الله أن الله يتقبلهم شهداء من كلهم. إحنا صار نواصل هذا الدرب إن شاء الله حتى تحرر فلسطين. لو يعني لو كلياتنا نلحقهم نستشهد إن شاء الله راح نظل ماشيين بهذا الطريق بإذن الله. كل عام أم العربية بألف خير، نهنئهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونقول لهم أننا على عهد باكون إن شاء الله حتى تحرير مسجد الأقصى. إن لم يكن لنا مكان في تحرير مسجد الأقصى سنكون هنا بمقبرة الشهداء بإذن الله. الشهداء هم الثورة تاعتنا، القدوة تاعتنا. يعني احنا هنا نيجي جينا هنا نقدم لأهالي الشهداء ان كلهم نورجيهم ان احنا ابنكم وراحش ان احنا اولادكم.